من زمان وانا نفسي اتعرف بحضرتك، تحب تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، انا راجل عامل يا حضرة المديرة وجاي اسأل حضرتك سؤال واحد وعايز اجابة بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل انا كولي امر قصرت يوم في حقوقكم كولي امر للعيال هنا في المدرسة؟ الحقيقة لا ما حصلش، بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم اول باول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله انا مش فاهمة حضرتك عايز تقول ايه. عايز اقول ان اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسة هنا تنور بصيرة العيال مش تضللهم. تضللهم؟ يعني ايه تضللهم؟ لما مدرسة عندك هنا تحرم اللي حلاله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. انا الحقيقه مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيبي المدرسه الميس بتاعه العربي اللي بتدي ابني منعم. انا جيت يا حضره المديره من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمه، هي ايه الحكايه بالظبط يا ميس فاطمه؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت ان حضرتك مشرفنا قلت اكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه في شارع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك؟ شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضرة عشان نفكر بيه وعشان نوصل لاعلى مكانة، وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة بس حط شروط ووصف، وفي الآخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي أنا قلته. لو حضرتك بقى شايف إن الكلام ده فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه. عن إذنكم. إيه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، مفيش حاجه مستحيله مادام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك، قول له قول له. مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها زكي ما يحسد المال لاصحابه، ده رزق وجاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسه شامله بكل حاجه. عايز في أقرب وقت أبقى صاحب أكبر مدرسة مهمة في مصر. مدرسة؟ فهمتني يا زكي؟ عايز أختار مدرسينها واحد واحد وواحدة واحدة. ناقصين إحنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغة العيال. مش كفاية علينا أمهاتهم؟